فالحاجة اللي كنا نقولها اللي هو موضوع ان احنا we are defined by careers، يعني ان الكارير ده جزء من الايدنتيتي بتاعتك. لما حد بيسألك انت مين، انت بتجاوب انا اسمي فلان فلاني، عندي كام سنة، بشتغل كذا، يعني على طول it's one of the من اول الحاجات اللي بتعرف بيها نفسك. ف it's جزء of your identity. فلو انت مش عارف to express part of your passion for that career، يبقى انت عندك مشكلة في انت تعبر عن نفسك يعني. او يعني ده بقى المثال التاني، ان انت عندك مشكلة في الايدنتيتي بتاعتك، انت مش عارف اصلا انت عاوز تشتغل الشغلانة دي ليه، دي مشكلة تانية. فدي لو عندك المشكلة دي حلها قبل ما تروح الانترفيو، ده رأيي يعني. والحاجة التانية بقى curiosity، يعني لو انت ده فعلا الكارير اللي انت بتحبه، يبقى هتعرف تتكلم فيه، هتعرف يعني هتبقى عندك اهتمامات انت عاوز تعرف عنه اكتر، عندك يعني الكيروسي بتاعتك دي هتبان لما يجي في وسط الانترفيو، لان هو part of it اصلا يعني. هو الانترفيو اللي بيبقى كويس عامة هو الانترفيو اللي بيبقى discussion، ما هوش الانترفيو اللي سين وجيم ده يعني. وده انا الصراحة في انترفيو واحد بس اللي كان عندي سين وجيم، ده اللي اسئلة واجابات بس، غير كده كان كله عبارة عن discussion يعني. واحد بيتكلم طب انت ايه اللي، انا كان بالنسبة لي انا ايه اللي عجبك في psychiatry، لا اللي عجبني الجانب الاسبيكت اوف ذا مايند، الجانب الاسبيكت اوف النيورو psychiatry الكلام ده، ومش عارف certain تتكلم على papers انت قريتها، واللي بيقولوا دلوقتي ان they're developing in this بتاع functional MRI او يعني. برضو كل الكلام ده يعني سهل اول تتابلاي على الفيل بتاعك. طيب وبعدين وهو يتكلم عن recent advances اللي هو طيب اراها في نفس الاسبيكت، في نفس الموضوع انتوا بتتكلموا فيه، فبيبقى discussion على يعني this discussion على الحاجة اللي بتتكلموا فيها يعني. as far as it's a discussion، يبقى هيبان فيها ال curiosity بتاعتك يعني. فأهم حاجة ان انت you're expressing yourself يعني freely with no judgments and ما don't be humble يعني، لان حاجة دي حاجة طبيعة في الكالتشر بتاعتنا عامة، وانا مقتنع ان هي من الحاجات المهمة اوي الواحد يبقى عنده، ان هو الواحد يبقى humble، الواحد يبقى متواضع، علشان يعني دي من احد secret of happiness عامة يعني، ان الواحد يبقى متواضع وما يبقاش عنده sense of competition ان هو يبقى احسن من الناس والكلام ده. بس either way ده مش وقت تواضع خالص في الانترفيو، انسى موضوع التواضع. مش عيب ان انت تقعد تتكلم عن اللي انت عملته واللي انت سويته، لان هو جاي عاوز يسمع عنك كده، ان هو ما يعرفكش ولا يعرف اي حاجة عنك، هو جاي يعرف ايه اللي انت عملته في حياتك، ايه عدد كميه العينين اللي انت شفتها وانت شغال قبل كده، كميه البروسيجرز اللي انت عملتها، كنت بتعمل كام بروسيجر في اليوم. طب انا كنت ساعتها برضو اللي هو يعني بشوف كميه الكومبليكيشنز اللي الواحد كان شافها في، لو انت بتتكلم بقى للجراحين بقى، والكومبليكيشنز اللي انت شفتها، والناس اللي العينين بيخشوا لك عاملين ازاي. ف دي يعني ما don't shy off ان انت تقعد تتكلم على ال achievements بتاعتك، don't shy off ان انت تتكلم على ال يعني ال experience بتاعتك، ان هو ده اللي هو جاي عاوز يعرفه، ده فعلا زي اللي في الورق ده، او ممكن تبقى اكتر كمان من اللي في الورق، ان دي حاجة برضو ممكن تبان في الانترفيو يعني. و read دي مهمة بقى الحتة دي يعني، حتة ان انت يعني دي كانت مهمة أوي بالنسبة لي. انت بتخش انترفيو سيد كلمته على حاجة، you had a few discussions about a certain topic, a certain article, a certain procedure مثلا وزي، وبعدين اتكلمت شوية في الانترفيو. لو في حاجة انت مش عارفها مهم أوي ان انت تسأل يعني، دي بتبين الكيروس بتاعتك. انا سيد هو بيتكلم على طيب لو عيان عنده مش عارف complicated diabetes، وبعدين بنعالجه بشغلين معاه بلانتس والاسبورت، وبعدين كان عنده extreme fragility، طب في البريتل diabetes، طب ساعتها في الوقت ده هتروح هتقلبه على داتمير ولا مش هتفرق، ولا تفكر فوق يعني ايا كان. لو انت مثلا سؤال لا انا ساعتها في الموقف ده مش عارف ساعتها هعمل ايه، هيروح يقول لك طيب، هتروح تقول له طيب لا انا مش عارف ايه المفروض اعمله، I want to know يعني. عندك الكيروس انت عاوز تعرف، لو في حاجات انت سألتها ومش عارفها، مش ان انت تسأل، ان انت عاوز تعرف ايه الحاجة دي. حتى disregarding بقى انت دلوقتي في interview، disregarding انت دلوقتي بقى شكلك لا انا مش عارف كل حاجة انا عارفها في على الدايبيتس او على الاندوكرين او عن whatever انتوا تتكلموا فيه، بس انا عاوز اعرف، لان دي هتبين ان انت عندك الكيروس، دي هتبين ان انت لما تيجي تشتغل عندي كرزيدنت لما انت تبقى كيوريس عاوز تعرف. هيجي لك عيان مش عارف هتعالجه ازاي، هتحاول تعالجه لان انت عندك لوحدك عاوز تعرف. فحتى ان انت تسال على حاجات انت مش عارفها دي اكستريملي امبورتنت يعني، وما تكسفش انت تسال. ولو في حاجه انت مش عارفها ما تتضايقش، دي حاجه برضو انت في الاول لو انت داخل الانترفيو ده بالاحساس انت داخل امتحان، هتتضايق اول لما تيجي اي سؤال اتسالته ما عرفتش اجابته، هتتضايق. بس ما تتضايقش، لان انت رايح دلوقتي تبقى ريزيدنت، رايح تتعلم منهم،
لو انت ما عندكش حاجه تتعلمها منهم ما مش هيشغلوك برضو. انت رايح اهم حاجه ان انت you be there to learn. فلو مش عارف حاجه اسال. ولو والحاجه الثانيه هو بيقول لك حته ريد بقى زي بقى اللي كان بيحصل معايا، يعني اتكلمنا على حاجه معينه في الانترفيو وبعدين ما كنتش عارف كل الحاجات عن الموضوع ده، او my knowledge was superficial. مثلا لو احنا بنتكلم بقى على الليمبيك سيستم والافكتس، مش عارف دوبامين والنورفينفرين على الايموشنز مثلا، يعني خلاص بيني وبين الانترفيو اللي بعده اقرا شويه عن الموضوع ده. مش تقرا بقى الانايات بقى بتقرا كل حاجه تعرفها، لا اقرا كم ابستراكت، اقرا جوجل على ويكيبيديا. يعني ويكيبيديا دي انقذتني انا في الانترفيوز، ويكيبيديا دي هي اللي عينتني اصلا يعني. ف وبعدين بقى عندك اهو زادت عنك على الانفورميشن اللي كانت عندك، وبعد ما رحت الانترفيو دي وبعد الدسكشن مع الناس دي وقريت على كام حاجه، النولج بتاعتك زادت شويه. هتخش الانترفيو اللي بعده هيجي يقول لك طب ايه بقى اللي عاجبك بقى في الفيلد ده، هتروح تتكلم برضو عن الحاجات اللي انت اوريدي اتكلم فيها كل مره وتزود عليها. وفي كمان بقى الحاجات الجديده اللي نعرفها ان كذا كذا، والارتكلز انت لسه قاريها، وان عن ازاي الميكروفيجيال ريسبتورز اللي مش كتير ولا لا، بس ايا كان يعني اي ثينك برضه انتوا فاهمين قصدي، ان انت كل شويه بتزود بالانفورميشن اللي بتاخدها من الانترفيو اللي فات، بتزودها في الدسكشن في موضوع تاني، ده زاد كمان من الانترست بتاعتك. فانت بتبني النولج بتاعتك ثرو اوت الانترفيوز، من الريدنجز اللي بين الانترفيوز ومن الدسكشنز اللي بتحصل في الانترفيو نفسه، بتبقى عند موجود عند الناس اللي عندهم اكتر من انترفيو واحد يعني. I have different research interests. I have different interests عامة علشان to be able to accommodate different interviewers، فتعرف ان انت impress different interviewers، وان انت كل اهتمامك ما يركز بس فقط على الستروك والموتور deficits اللي بتحصل في الستروك، فمش عايز اتكلم في اي حاجة تانية غير الستروك. داخل بقى انت دلوقتي مش عارف بتاع في نيورولوجي وجاي بقى بتكلم على حاجات تانية، طب ايه رايك بقى في سيجرز؟ لا انت مالكش بقى دعوه بالسيجرز وبتاع، مش شايفها حاجه مهتمه خالص. الراجل ده لو هو اصلا كان راجل بتاع سيجرز مش هيعبرك ولا هيكتب عندك كل حاجه افريج افريج افريج. انما لو عندك كمان انترست كمان بقى في سيجرز، هاو دي افكت مثلا، معرفش بقى هاو دي افكت ذا مايند برضو يعني، ده انا معلش فلو عندك انترست كمان في حاجات تانية غير المين فوكس، يعني عندك كذا انترست within the same field طبعا، يعني ده هيزود من السكورز بتاعتك كجود ابليكانت. وده اللي كنت قلت في الاول عن موضوع different patient outcomes، وانت تتكلم على sample of a case presentation والكلام ده اللي هو outcome. لان هم ساعات بيسألوك حاجة معينة، قول لي على case ال outcome بتاعها كان وحش، قول لي على case كان outcome بتاعها حلو، قول لي على case كان outcome ما عرفش outcome بتاعها death، حاجات كده. فيبقى عندك كذا outcome. وfreestyle بقى في حتة ان انت يعني من كده بقى انوع في الكيسز بتاعتك. انا بالنسبه لي كنت بزهق لو انا كل شويه هخش كل انترفيو، ولو دخلت اربع انترفيوز في يوم واحد وكل شويه بتكلم على نفس الكيس كل مره، في رابع مره هتلاقي الكيس بتاعتك دي بتخلصها في 3 ثواني يعني، وتقول واحده دخلت المستشفى اديناها حبايه وخفت يعني. ما انت بقى من كتر ما بتعيد هتزهق. فهاف ديفرنت كيسز ان انت تتكلم عنهم، او هاف ديفرنت يعني، او حتى لما يجي يكلمك على كيس ممكن تتكلموا على تو كيسز وتقول له ازاي دول ديفرنت حاجه يعني. stimulate yourself باللي انت بتقوله، ما تبقاش بتصم حاجات وبتسمعها، لو عندك انترفيوز كتيره مش هتعمر يعني. وبي ايموشنال في الستوري تيلينج، ان ده لو انت يعني اجين لو انت بتسمع حاجه مش راجل مش هيحسها، لو انت بتتكلم على حاجه وانت ايموشن انت تتكلم عنها، ودي برضو هتبقى فعلا او حاجه فعلا بت interest you، هتلاقي نفسك ايموشنال فيها، هيقتنع اكتر بالباشن والدرايف بتاعك في الكيس دي او في الفيلد ده مثلا يعني. هتبين برضو how motivated you are، ان انت كنت عاوز تحل الكيس دي فعلا، و how dedication و determination، كل الكلام ده بيبان. فده اللي انا بقوله لكم. الكلمات بقى الشوجر ووردز دي اللي بنقعد نحطها في البيرسونال ستيتمنت بتبين بقى في الانترفيو ده. لو انت على الورق كلك جامد قوي، تيجي بقى في الانترفيو لقيتك بروطه مش عارف تتكلم، مش هشغلك. فانما لو بان بقى من how you're expressing yourself على الكلينيكال انترست بتاعتك والريسيرش باك جراوند بتاعك والديديكيشن بتاعك towards medicine in general، ده اللي هيفرق قوي يعني. ف interpersonal communication، فالانتربيرسون ده اللي هو بيقوله يعني، ده اللي كنت عاملين نتكلم عنه بقالنا شويه يعني. اللي هو يعني الكيروس بتاعتك على بقى على البروجرام ان جنرال، بتسال مثلا يعني، دي بتبقى حته خناوي بقى عامه في الانترفيوز، لما يجي يسالك طيب do you have any questions،
انا كنت بحب اللي هو يعني الاكويشنز بتاعتي كانت تبقى وسط الانترفيو، يعني انا بتكلم ده ديسكشن فبسال حاجات في النص يعني، وانا كنت بحول الانترفيوز بتاعتي اكترها الى ديسكشنز علشان بتبقى ألذ يعني. انما لو قلب بقى اسئله وكده لما تيجي تسال يعني هيبقى لازم عندك برضه كيوريوسيتي، ولازم يبقى عندك اسئله، هتسال على الحاجات اللي بتهمك يعني. لو ما عندكش اسئله اسال الحاجات الصغيره اللي هو موضوع باركينج ومش باركينج او الميل تيكتس بس يعني. ما اعرفش انا ما كانتش فارقه معايا الحاجات دي، ولا هتهيألي اي حد فيكم هتفرق معايا يعني. الفالوشيبس الريزيدنتس بيعرفوا يجيبوا فالوشيبس، الريزيدنتس بيعرفوا يرانكوا different programs of fellowships يعني، او والبورد باسج والحاجات دي، ودي عامه هو بيقولها لكم. وعامه ده السؤال ده توجهه البروجرام دايركتور، لو مثلا انت اوريدي عارف اجابه السؤال ده ممكن تساله تاني. بس يعني قال قول، انا برضو اتكلمت مع البروجرام دايركتور قال لي على موضوع الفالوشيب دي انت رايك ايه كده يعني، فاهم يعني. ما اعرفش انا ما بحبش اضحك على نفسي واعمل نفسي كاني مش عارف اجابه السؤال يعني، لازم برضو ما علينا يعني. والانفوتيشن ده برضو بيبين انت يعني، بيبين في ال interpersonal skills بتاعتك. وممكن ممكن تهرج يعني في النص عادي، في ما هو الانترفيور اللي انت شايفه قدامك ده ما هواش اله يعني، هو واحد ممكن تشوفه في الشارع برضه، ممكن واحد وانت ماشي تقول له نكته يضحك يعني، ما هواش حاجه. he's not far off, he's not above you, he's your future colleague. انت لو بتشتغل كريزنت بعد كده مع الـ مع الانترفيور ده اللي هو هيبقى وات ايفر بقى بروفيسور بتاع، ممكن هو يبقى عنده اوبينيون على كيس، يبقى عندك اوبينيون تاني ويعمل اوبينيون بتاعك انت لو انت بتبقى ابديتد اكتر. لان هو مثلا بيبقى كاتندنج بيبقى شايل 20 عيان، انت كريزنت بتبقى شايل 10 عيانين، هو بيسمع من الريزنتس وانت المفروض يبقى عندك معلومات اكتر عنه يعني. فطبيعي ان انت يعني ان هو يسمع منك، هم عندهم الثقافه عندهم كده يعني، مش اللي هو الاستاذ بيمشي كل اللي هو عاوز يمشيه، مش زي عندنا. فانت you are on a level with that attending. طبعا في respect و hierarchy بس still they are more approachable، ف it's okay to be humorous معاهم يعني، بس within respect طبعا يعني. ولو انت دمك خفيف مش خفيف، لو انت دمك مش خفيف عامه ما تحاولش تستخف دمك بقى في الانترفيو برضه. and you are a job candidate after all يعني. انت يعني ما هوش انت مش امتحان شفوي اورال داخل صفوة ساركوما يعني، انت داخل دلوقتي على انترفيو بتاع شغلانة يعني. وبعدين فكرة دي برضه بتبان لو انتوا الاثنين عندكم نفس الانترست في فيلد معين، بتبان في الكونفرسيشن بتاعك هو هيحبك او هيحب الانترست ده، لان انتوا after all you are colleagues، وانتوا انتوا الاثنين دي الحاجة common بينكم، انتوا already في حاجة common بينكم، دي حاجة it's a conversation starter يعني. فده you are at level with the interviewer. وفي طبعا بقى interviewers هيبقى بقى الأساتذة اللي مناخيرهم في السما، اللي عملوا مش عارف وسووا وعملوا researches يعني. مش عارف عندنا برضو بيلر اللي هو اللي بيعمل الأمونيا بريث تيست ده بتاع هليكوباكتر بايلوراي ده يعني، الراجل ده اللي عمل أمونيا بريث تيست ده قاعد عندنا في البروجرام ده مثلا. لما تيجي وهو مغرور وبتاع، لما يجي يعمل interview، بس يعني مغرور عنده حق يعني برضه، راجل جامد قوي يعني. بس لما يجي مثلا تعمل الانترفيو عنده هو لازم يحس برضه بمقامه يعني. في ناس هيحتاجوا الحته دي، في ناس ما بي ديسلايك اور ديسبايز اس كيسرز يعني، ففي كده وفي كده بس يعني. فانت لازم يبقى في حته الريسبكت، والريسبكت ده يبان انت لو انت داخل انترفيو بتكون قريت على الانترفيورز يعني او البروجرام ده قبل ما بتروح، اقرا شويه عن الناس هناك، اقرا شويه يعني، شوف الراجل ده مثلا عنده achievements، عنده papers لو عندهم، او حتى بيكتبوا هم الانترست بتاعتهم على الويب سايت. مش معناها ان انت بقى تقرا بقى الريسيرشز اللي عملها، بص كده اقرا الابستراكتس بتاعته، اعرف مثلا الراجل ده ده بيعمل ريسيرش على المسل ديس اوردرز وتعاملاته في مش عارف المايوسايتس. تيجي تقرا شويه كام حاجه على المايوسايتس علشان لما تيجي تتكلم معاه عن المايوسايتس يبقى عندك شويه باك جراوند، يبقى عندكم حاجه تعرف تتكلموا فيها مع بعض يعني. مجانا اهم حاجه ان انت تسال يعني. Well, the Kutubuhoka accent is not important. It's important that you are able to express yourself in that language, which is the language you will be using on a daily basis. But accent, عادي. بس يعني تبقى مسموعة يعني. يعني إن هو في الآخر يفهم الكلمات يعني. و طب دي هسيبها للآخر، دي أعمل حتة زيادة عليها.